بونجور، معك أنا بدرسي 131 من كتابنا غرامير إكسبليكي دو فرونسي. عم ناخد السوبردوني كومبليتيف، أخدنا السوبردوني غلاتيف، وهلأ كومبليتيف قربنا نخلصها. وصلنا عند لا ترانسفورماسيون، تحويل الجملة الكومبليتيف إلى انفينيتيف. بقدر بحول الكو مع الفعل اللي وراها والجملة اللي وراها لا مصدر أو لا. C'est un point de syntaxe assez délicat en français. هاد الدرس بالذات هو نقطة قواعد نحو حساسة بالفرنسي، يعني دقيقة. Deux cas peuvent se présenter. حالتين تظهر قدامي لا كومبليتيف، هالجملة اللي بتكون متممة سواء او سبجونكتيف إذا كانت بالمنصوب، سواء الانديكاتيف. هل بقدر بحول السبجونكتيف والانديكاتيف لانفينيتيف؟ رح نشوف. كومبليتيف او سبجونكتيف، ناخذ الحالة الأولى. إذا كانت الجملة هي كومبليتيف، المتممة هي بالسبجونكتيف. ترانسفورماسيون اوبليغاتوار، التحويل للمصدر ضروري إجباري، ورح نشوف ليش. سي لا كومبليتيف، إذا كانت الجملة المتممة إيتو سبجونكتيف بصيغة المنصوب avec que أو à ce que، نفس الشيء تنتيناتون، لا ترانسفورماسيون التحويل إلى انفينيتيف إلى مصدر إيتو أوبليغاتوار، هو إجباري. إيمت؟ quand le sujet، لما الفاعل. quand le sujet du verbe principal et le sujet du verbe subordonné sont les mêmes. يعني أنا عندي بالجملة الأساسية فاعل سوجي، وبعدها بيجي الفعل، ثم ك، بعد ك في فاعل وفعل. هل فاعلين لما بيكونوا الاثنين وصيغة الفعل بالمنصوب إجباري أحول إلى مصدر؟ خلينا نشوف المثال. Les comédiens craignent qu'il n'ait pas de succès. الممثلون يخشون أنه ما يحققوا النجاح. Les comédiens يعني il avec s. يخشون، الفاعل فعل craindre هو les comédiens. يخشى من اللي يخشى؟ الممثلون. qu'il n'ait pas de succès، أنه ما يحققوا النجاح. مين اللي ما بده يحقق النجاح؟ هم. مين هم؟ هن لي كوميديان. اذا لي كوميديان هن نفسهم الايل، والفعل سبجونكتيف. هون قالوا لي الجمله امبوسيبل، اجباري لازم احولها الى الفعل الثاني اي، يتحول الى افوار بالمصدر. لي كوميديان كريني، الممثلون يخشون de ne pas avoir de succès، ألا يحققوا النجاح. هون التحويل إجباري، وهالكلام هذا مهم. إذا لما بيكون فعل الكومبليتيف سبجونكتيف، هي أول حالة، والحالة الثانية يكونوا الفاعلين نفسهم، فالتحويل إلى مصدر إجباري. هلا دو، وننتبه انه لما بتحول الفعل الى مصدر ما عاد في نو قبل الفعل وبا بعد الفعل، نو با قبل المصدر. تاني حاله، كان لو كومبليمون دو فيرب برينسيبال، لما بيكون مفعول الجمله الاساسيه، متابعه ك مفعول الجمله الاساسيه، اي لو سوجي دو فيرب سوبوردوني، وفاعل الجمله المتممه سون لي ميم. دون دي اكسبريسيون، في بعض العبارات مثل. شو يعني هالكلام؟ الحالة الأولى قلنا لما الفعلين متماثلين. الحالة الثانية هو لما بيكون مفعول الأولى، مفعول الأولى هو نفسه فاعل الثاني. لما الكومبليمون دو فيرب برينسيبال و لو سوجي دو فيرب سوبوردوني سون لي ميم، وقتها بحول إلى مصدر. كيف؟ ساماغاس ك je sois obligé d'attendre. يزعجني أن أكون مضطرة للانتظار. سا هي الفاعل، أغاس، يزعج من؟ مو، أنا مفعول به.
سأقسمه، هذا يزعجني إلي. هاي المفعول به هو أنا. يزعجني ماذا؟ que je sois obligé، أن أكون. مين الفاعل؟ هو أنا، نفسه أنا. المو هي جو. يزعجني أن أكون مضطرة للانتظار. إذن هون ما بصير يضل الفعل بالمنصوب، طبعا سوى منصوب، لازم هذه الحالتين تحققوا، لازم أحول إلى مصدر. سا ما قاس ديتخ، انتبهوا نزلت دو ديتخ فو، وهون كمان انتبهنا عم ننزل دو. خاندغ دو، وهوني دو، بينما فو ما كان في دو، هون صار في. سا ما قاس كو جو سوا اوبليجي داتاندغ، سا ما قاس ديتخ اوبليجي داتاند، يزعجني يضايقني ان اضطر للانتظار. il s'attend à ce qu'il soit licencié، هو يتوقع ان يسرح. s'attend il s'attend، يتوقع من الس هي الايل، طبعا هي هو. à ce qu'il يتوقع ماذا؟ il s'attend à quoi؟ à ce qu'il soit licencié، ان يسرح. الفعل بالسبجكتيف، الفاعل والمفعول به هو نفسه، هو الذي يتوقع، هو الذي يتسرح. منشيل تصير امبوسيبل، بنحولها الى مصدر. انتبه هوني، ساتاندر ا كلكي شوز، il s'attend à être licencié، حولناها الى مصدر، هو يتوقع التسريح. il s'attend à être licencié. ليش عم في شيء عم بحط دو، في شيء عم بحط ا؟ حسب الفعل. s'attendre à، توقع، agacé de، و أزعج، obligé de، حسب الفعل. obligé de، obligé quelqu'un de faire quelque chose، obligé de s'attendre à، لازم انتبه لهالنقاط هدول. 3 quand le sujet، لما الفاعل، فاعل الفعل سبوردوني، الفاعل نفسه يعني جهون، devient، هو الذي يصبح le complément d'objet، complément indirect du verbe principal. لما الفاعل du verbe subordonné، خلينا هلا نشوف مثال، فاعل الجملة المتممة يصبح هو مفعول به غير مباشر. هون مفعول به مباشر، وهون غير مباشر، نفس الشيء، ضلت مفعول. بس هون هذا مفعول، هون مفعول الجملة الأساسية، هون le sujet du verbe subordonné، ومفعول كمان الجملة الأساسية مع الفاعل. البي للجملة بشكل بخربط، بس أنا يعني هي نفس الحالة، بس مرة مفعول به مباشر، مرة مفعول به غير مباشر. هون مفعول به مباشر، وهون مفعول به غير مباشر مع الفاعل. je lui ai demandé، طلبت منه، qu'il fasse cette traduction pour moi، يعمل هالترجمة من أجلي. j'ai demandé à qui، أنا طلبت من مين؟ à lui. lui complément d'objet indirect، هذا le complément indirect du verbe principal. أنا طلبت منه، je lui ai demandé quoi، شو طلبت منه؟ qu'il fasse، أنه يعمل الفعل بالسبجكتيف. هذه أول حالة طبقت. الثاني، الفاعل تبع سبوردوني هو نفسه ال complément d'objet indirect du verbe principal، إذن لازم أحوله إلى مصدر. je lui ai demandé، طلبت منه، quoi، de faire، demander à quelqu'un de faire quelque chose. je lui ai demandé de، يعني j'ai demandé à lui de faire، أنه يعمل cette traduction pour moi، هالترجمة من أجلي. إذا نشوف، نرجع للحالات الثلاثة، أول مرة الفاعلين نفس الشخص، ثاني مرة مفعول به الجملة الأولى هو نفسه فاعل الجملة المتممة، ثالث حالة مفعول به الغير مباشر للجملة الأساسية هو نفسه فاعل الجملة المتممة. quand le sujet du verbe subordonné devient le complément indirect du verbe principal، بهالحالات الثلاثة بحول إلى infinitive.
Remarque, ملاحظة, la transformation n'est pas obligatoire à l'âme rjou alouli, التحويل ليس إجباريا, mais il est préférable, لكن يفضل. خلينا نشوف هدول قبل ما انتقل للملاحظة. Avec les troisième personnel, il est le مفرد, il est le جمع, il est le تنعين الجمع, du singulier et du pluriel, il peut y avoir une ambiguïté. أحيانا بيكون في عندي غموض, وقتها لازم أنا انتبه. Elle a peur qu'elle prenne l'avion seule. هي خايفة إنه تأخذ الطيارة لحالها. هلا بنشوف ال عندي ال هي خايفة وهي تأخذ عجب. هي نفسها اللي راح تأخذ, هي خايفة تأخذ هي الطيارة ولا هي خايفة إنه حدا تاني يأخذ الطيارة لوحده, عم تحكي عن شخص آخر. Si le sujet, إذا كان الفاعل, représente la même personne, إذا كان نفس الشخص, la transformation est obligatoire. إذا أنا لازم أحول إلى مصدر. إذا أنا متأكدة إنه كان نفس الشخص, هي خايفة تأخذ الطيارة, هي اللي رح تأخذ الطيارة. إذا بعود بحول إجباري. بقول elle a peur de quoi? De prendre l'avion seul. هم ما في دون تبوها. وكيف عم لما بتحول إلى مصدر عم يجي معه preposition حرف جر a أو de حسب الفعل. شو بياخد؟ إلا peur, هي خايفة de prendre l'avion seul, إنه تاخد الطيارة بمفردة. لكن si les deux, elle, إذا التنتين elle, sont différents, مختلفات, يعني أول وحدة ما هي نفسها تاني وحدة, pas de transformation, ما بحول إلى مصدر, لأنه ما بتزبط المعنى. Elle, يعني البنت, a peur, البنت خايفة, qu'elle, إنه أما تاخد الطيارة لحالة. إذا عندي فعلين مختلفين, أول إل هو لافي, تاني إل هو سامير, وقتها ما بحول إلى مصدر. إيمت بيكون التحويل أوبليغاتوار إجباري؟ لما بيكون الفاعلين هو نفسهم. إيمت؟ بضمائر الغائب, الإل المفرد وإل الجمع. Observez ces deux verbes particuliers. خلينا نشوف هالفعلين هدول. Souhaiter ou demander. تمنى وطلب. Je souhaite réussir mon examen. أنا بتمنى أنجح بفحصي. بين souhaite أتمنى هو أنا, السوجي هو أنا, وغيسير هو أنا, ومون إكزامان فحصي. بتمنى أنجح بفحصي. ما قلت تون إكزامان أنجح بفحصك. أكيد بفحصي أنا. هون même sujet. لكن je lui souhaite de réussir son examen. انا عم بتمنى له, يعني je souhaite à lui, عم بتمنى له, de réussir, ان ينجح في فحصه. مين اللي عم يتمنى هون؟ انا. مين اللي بده ينجح؟ هو. les deux sujets sont différents, الفعلين مختلفين. لما بيكونوا مختلفين بيكون عندي الفاعل الجمله سبوردوني هو نفسه المفعول به الغير مباشر لفاعل الجملة الأساسية. نفس الفاعل حطينا مصدر, فعلين مختلفين حطيت ضمير الانديركت مع فاعل مختلف. هون مع فاعل سويتي. إلا دوموندي أبارتير بلوتو فندردي. هو طلب السفر أبكر يوم الجمعة. هو اللي طلب. مين لأ دوموندي؟ هو. ومين اللي بده يسافر؟ هو. إذن هو اللي طلب الرحيل باكرا يوم الجمعة. نفس السوجي. إلا دوموندي أ سون باترون. هلا إلا دوموندي أكي أ سون باترون. طلب من مديره دو لوغمونتي, إنه يرفع له راتبه, يزيد له راتبه. هلا دو سوجي ديفيرون. مين اللي بده يزيد؟ هو الباترون. الباترون هو complément d'objet indirect ou فاعل augmenté بنفس الوقت. طالما دو سوجي ديفيرون, توضح معي بالنسبه ل demander و souhaiter. remarquez bien, لاحظ منيح la différence entre, الفارق بين حرف الجر demander à demander de. ننتبه بيناتهم. il a demandé à partir, لما كانوا نفس الفاعل طلب الرحيل, هو اللي طلب
وهو اللي رح يلحق، مو يلحق، يرحل باكرا. إذن الفاعلين دوموندي وبارتير هن نفس الشخص، حطينا حرف الجر أ، بس لما اختلفوا الفاعلين حطينا أ ودو. إلا دوموندي أ سون باترون دو لوغمونتي، طلب من مديره أن يزيد له من ولا. هلا نشوف الكومبليتيف إذا كانت بالانديكاتيف. إذا أخذنا الحالات الثلاثة لما كانت الكومبليتيف هي بالسبجونكتيف، هلا نشوف بالانديكاتيف. قالوا لي ترانسفورماسيون بوسيبل، التحويل ممكن. Si la complétive est à l'indicative, إذا كانت المتممة بصيغة الدلالية، la transformation est possible. فالتحويل ممكن. Nous sommes sûrs que nous avons. يعني ممكن يعني ممكن لا على كيفك، ما هو إجباري. Nous sommes sûrs que nous avons fermé la porte à clé. نحن متأكدين إنه سكرنا الباب بالمفتاح. نحن متأكدين ونحن سكرنا. Les deux sujets sont les mêmes. يعني nous sommes sûrs d'avoir fermé. Nous sommes sûrs d'avoir fermé. Nous avoir on a le fait de passer composé. On a le fait de passer composé. C'est infinitif passé. On a deux. Là, nous être sûrs de quelque chose. D'avoir fermé la porte à clé. Elle nous a promis. Elle nous a promis. هي اللي وعدت. من اللي وعد هي؟ كل نوزيك خيغي سوفون، انه راح تكتب لنا دايما. الفاعلين زادون، المفعولين زادون والفاعلين زادون. إل نوزا برومي وعدتنا ديكخيغ سوفون، انه تكتب لنا دايما. نفس الجملة تقريبا، نفس المثال، دليل على انه الفاعلين نفسهم. مي سيغتان فيغب، لكن بعض الافعال ناكسبت با دو كومبليمون، لا يقبل مفعول بالمصدر. سي لو كادو، هدول بدو الحفظ. بعض الافعال لا تتحول الى مصدر، مثل سو روندر كونت، استوعب، سابيرسوفوار، لاحظ، افيغتير، حذر، نبه، بريفنير، تجنب، تروفي، وجد، كونستاتي، لاحظ، اكسبليكي، شرح، فسر، سدوتي، شك، انفورمي، اعلم. ما بقدر بحفظهم كلهم، بس يعني شو ما حفظنا منيح، هدول ما بصير، ما بيقبلوا مفعول يكون بالمصدر. جي ابري كو جو ريفيندري ا لوتون، عرفت انه انا رح ارجع، علمت انني سارجع في الخريف، يعني عرفت انه بقدر برجع بالخريف. ما بقدر بقول جي ابري ريفينير، لا ما بصير. ريفين جي ابراندر، ما بصير انه ابراندر، لانه عندي هون ما حد اعطوني مثال ما حاطينه. جي ابري ريفينير ا لوتون امبوسيبل، ما بتصير، ما بتنعمل انه اقول انه انا عرفت انني ساعود. طيب جو تروف، فرجيني الثاني، حاطينه الثاني. Je trouve que j'ai eu raison. انا اكتشفت انه انا معي حق. Je trouve que j'ai eu raison. ما بقدر بقول je trouve avoir eu raison. Impossible. هلا ليش هم بيعرفوا؟ مو نحن لازم نحفظ هالافعال ونقول انه هدول ما بيصيروا بالانفينيتيف. هالافعال لا تقبل مفعول بالانفينيتيف، لانه اعرابها مفعول بعد كو، فما بتقبل تصير بالانفينيتيف. يعني كو جو ريفيندري ما بتصير revenir، ou كمان trouver ما بتصير، مع تحول المفعول به que j'ai eu raison يتحول الى مصدر. remarque، ملاحظة، quand on transforme، لما بنحول une expression verbale، تعبير فعلي، être زائد صفة زائد que en un infinitif، celui-ci est toujours، وقت بيكون هل مصدر اي توجور بريسيدي، يسبقه حرف الجر دو. يعني إلي تاغ، هذا فعل إيتغ، زائد نشوف هلا إلي تاغ الوقت متأخر، فوزيت سيغتان، هذا فيرب إيتغ، فوزيت زائد أدجكتيف هو سيغتان، زائد كو
بهالتعبير هذا لازم يجي معي حرف الجر دو. Vous êtes certain que vous ne voulez pas prendre un taxi؟ الوقت متأخر، هل أنت واثق من أنك لا تريد أن تأخذ تاكسي؟ تحول هاي إلى مصدر، بقول إلى التاخ. Vous êtes certain de، بقول ne pas فرد مرة، الكو تحولت إلى de والفعل لمصدر. Vous êtes certain de ne pas vouloir prendre un taxi؟ أنت متأكد أنه ما بدك تأخذ تاكسي؟ إذا لما بكون في عندي تركيب être، je suis tu il est، زائد صفة زائد كو، وبدي أحولها لأنفينيتيف، لازم قبل الأنفينيتيف يجي دو. هاي ملاحظة مهمة. Les verbes de sentiment، أفعال المشاعر، sont suivis de l'infinitif زائد دو، أفعال الشعور. لازم لما بيجي بعد الأنفينيتيف تاخد دو. Il regrette de partir si tôt. هو يأسف لأنه بده يرحل باكرا هكذا، لرحيله هكذا. البارتير أخذت دو، هذا أفعال شعور. أسفة. Je crains، أخشى. أخشى d'être en retard، أن أكون متأخرا. Attention، ننتبه. Aimer، أحب. Adorer، عشق. Détester، كره. Se construise، تتركب. Avec l'infinitif sans deux، بدون دو. هون عم يقولوا لي بياخذوا دو، هالأفعال الثلاثة ما بياخذوا دو. J'aime rester chez moi، بحب أضل ببيتي، أنا ما بحب. إذا هاي مهمة، ملاحظة مهمة. هالأفعال الثلاثة aimer، adorer، détester ما بياخذوا حرف الجر دو، بينما اللي ذكرناه هون الحالة هون تاخذ لما بتجي هالتركيبة. Les verbes de déclaration، شوف ça fait عندي شي كتير، ما اكفيهم كلهم، اكفيهم كلهم، باخذ الملاحظه بس. Les verbes de déclaration، افعال التصريح، de croyance والاعتقاد، de volonté والاراده، sauf ما عدا promettre وعدا، et jurer اقسم حلفا، sont directement suivis d'un infinitif. هدول كمان أفعال التصريح والاعتقاد والإرادة، ما بيجي الانفينيتيف بدون دو. سيمت سي لو سوجي اي لو ميم، إذا الفاعل نفسه، مو مثل هون إذا الفاعل نفسه. هلا هي كمان هون الفاعل نفسه. اسبيري أميلا، بونسي فكر، كخواه اعتقد، استيمي قدر، ديزيري رغبة، بريفيري فضل، ديتستي كاريها، يعني أعرف أو هيك شيء، دير قال، بريتندر زعم، أفيرمي أكد، فولوار أراد، سافوار عرفة، إتسيتيرا إلى آخره. جيسبيغ كو جو بوغي سكيي، ما في حرف جر دو، الفاعل نفسه. آمل أن أستطيع أن تزلج سيتيفير هذا الشتاء. J'espère pouvoir skier cet hiver. أمل استطاع أن أقدر أستطيع التزلج هذا الشتاء. Je pense que j'irai vous voir dimanche. أنا عم بفكر إنه رح أجي أشوفك يوم الأحد. Je pense aller vous voir. عم بفكر في إني أحضر لرؤيتك يوم الأحد. J'estime que j'ai raison. أنا عم بقدر إنه أنا معي حق. J'estime avoir raison. لما عم يكونوا نفس الفاعل في الجملتين مع هالأفعال هدول الإرادة والمشاعر، عم نحط بدون حرف جر دو. Il a dit qu'il n'a jamais rencontré la victime. هو قال إنه بحياته ما قابل الضحية. Il dit n'avoir jamais rencontré، أنه لم يقابل إطلاقا لا فيكتيم الضحية، مي لكن إلا برومي وعد، دو نو جامي ريكومونسي، ألا يعيد ذلك. مع بروميتر حطينا دو، إلا برومي دو نو جامي عاد وعد ألا يكرر ذلك، ألا يعود لمثلها. وصلنا عن تحويل الكومبليتيف الى نو او برونو او ادجكتيف، نحن خلصنا التحويل الى مصدر. وكانت معكم مدام هبتلكم، او ريفوار، الى بروشين فوا، باي باي.